السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام وقناة معلومات في تربية الحمام. النهاردة الفيديو ده مشترك للقناتين. معانا النهاردة سطرات الببرازين، ومعانا بنداكس، ومعانا ميما في زول، أو سميها زي ما تسميها، هو الاسم قدام حضراتكم ميما فازول. ده إيه؟ ليه احنا هنعمل الثلاث انواع دول؟ ليه احنا هنعمل مقارنة بين الثلاث انواع دول؟ لان انا في يوم من الايام بعت زغاليل ما شاء الله كانت بصحة جيدة في المزاد، ولما جيت اسلم الزغاليل بعد 4 5 ايام لقيت الزغاليل ريشها متقصف وريشها بيقع، واول ما تمسك الريشة بتطلع في ايدك. انا اخترت 3 زغاليل علشان اجرب عليهم كل واحد نوع دواء، نعمل مقارنة بين الـ3 ادوية اللي معانا دول، اللي هم طاردين للديدان. طبعا اهو ما شاء الله الزغاليل ريشها سليم، الريش كامل اهو، الـ3 زغاليل الريش متين. لو شفنا كمان واحد كمان، بسم الله ما شاء الله اهو ريشه تمام. نجيب الثالث، نتأكد من الريش، ريشهم تمام، الزغاليل اهو طايرين في المكان تمام. هنعمل عليهم اختبار، اللي احنا ما بنختبرش على حمام كبير، لا انا اختبر على الزغاليل، لان طبعا هي الزغاليل لما بندي الدواء جماعي برضو بتشرب من الدواء، الاهالي بتزققها فبيشربوا من الدواء برضو. هنجرب مع بعض ونشوف هنعمل ايه. طيب من البداية كده، سطرات الببرازين معلقة ممسوحة على لتر مية، الجرعة بتاعته معلقة ممسوحة، معلقة شاي زي كده ممسوحة على لتر مية لمدة 2 يومين، تتكرر بعد 14 يوم. ليه بتتكرر بعد 14 يوم؟ علشان كل الأدوية بتتكرر علشان البيض، يا جماعة البيض بيرجع يكون فأس أو اليرقات، لكن في البداية بنعطي من اول مره بتقضي على الديدان بس، لكن بعد كده تقضي على اليرقات وعلى البيض. يبقى معلقه شاي ممسوحه لمده 2 يومين على لتر ميه لمده 2 يومين، بعد كده بعد 14 يوم تتكرر. طيب بندكس قرص واحد، قرص على لتر ميه لمده 3 ايام، وبيتكرر بعد 14 يوم. ميم فازول بتعطي منه 2 سنتي على لتر زي ما هو مكتوب كده مدة 1 يوم، تكرر بعد اسبوع لـ10 ايام تمام، او ربع سنتي للفرد. فاحنا معانا فرد، هنأتي الربع سنتي بس للفرد، مش هنأتي الجماعي المرة ده. هنجربه الاول ونشوف ايه اللي بيوقع الريش وايه اللي ما بيوقعش الريش. في اخ عزيز على متابع من متابعين القناة قال لي الاستاذ احمد ابو هاجر عامل اتكلم عن موضوع ان طارد الادوية طاردة للديدان، ان هي بتوقع ريش الحمام او بتوقع ريش الزغاليل، فطبعا هو لفت انتباهنا الموضوع، فانا قررت اعمل المقارنة دي. يمكن نلاقي دواء من دول نمشي عليه بعد كده، لان بندكس وسطرات الببرازين طبعا كنا بنعطيهم، فانا مش متأكد ان هو من السبب ده. فاحنا هنعطي كل زغلول نوع دواء من دول. طيب هنشوف هنعمل ازاي. انا معانا الجدول ده، انا عم جهز جدول اهو. هناتي الزغلول الاسود على اليمين فوق سطرات الببرازين، زغلول الاسود من الجرعة اللي بنعطيها للجماعة عادي، ونسقيها 20 سنتي من نفس الجرعة. ومعانا بندكس الزغلول الازازي، هنعطيه بندكس. وميمفازول ده هناتي منه الزغلول المفصص، ونشوف بعد ما نخلص مدة العلاج، وبعد 14 يوم نخلص مدة العلاج نشوف حالة الريش ايه، وهنشوف مع بعض ونبقى نعمل الفيديو مجمع بعد المدة دي كلها، ونوريكم النتيجة ايه وتمشي على ايه. ولو انت عايز الجدول ده وقف الفيديو، لو انت عايز الجدول ده بالجرعات دي وقف الفيديو وخد لقطة شاشة علشان تبقى تمشي عليها تمام كده. طيب نكمل، نجيب الدواء ونبدأ نعطي العلاج. قبل ما نعطي العلاج عايزين نشوف ايه الفرق يا جماعة. البيطري اللي اعطاني ده هو ده للابقار وللخرفان والحاجات دي، قال لي ان ده لجميع
لجميع انواع الديدان. في منها اهو لو شفنا لاحظنا الديدان المعويه والديدان الرئويه. ايوه في ديدان رئويه وفي ديدان بتصيب الكبد كمان، لكن احنا بيهمنا قوي موضوع الديدان الرئويه دي. بتلاقي الزغاليل او الحمام اللي تحس ان هو بيكح او بيعطس مش شرط يكون برد يا جماعه. لو علاج البرد ما جابش معاه نتيجه على طول، يبقى في ديدان رئويه زي دي بتلاقيها واقفه في حلق الحمامه، الحمامه قاعده تكح عايزه تخرجها كانها عايزه تخرجها. فالناس كتير بتعطي ده، وهنقول لكم برضو في الفتره القادمه على ادويه طبيعيه وادويه تانية لتعالج الديدان. طيب هنبدا على طول ندي الادويه بتاعتنا. طبعا معانا سطرات الببرازين هنا كاتب عليها سطرات الببرازين. هنسحب لاول زغلول 20 سنتي ونعطيه اللي هو الزغلول الاسود من سطرات الببرازين. وطبعا هنكرر الجرعه على الايام زي ما قلنا، وال 14 يوم ونشوف بعدها النتيجه هل هيوقع الريش ولا لا. طبعا كل الشكر للاستاذ احمد ابو هاجر اللي هو ما شاف الملحوظه دي قال عليها على طول علشان الناس تاخد بالها. واحنا طبعا كان بيحصل عندنا كده بس ما كناش اخدين بالنا. هنشوف طبعا ان هعطي الزغلول وهو داخل السلاكه اهو، نجيب الزغلول الاسود اللي هو هياخد سطرات الببرازين. خلي بالنا الجدول معانا والفيديو موجود تمام. يعطينا للزغلول الاسود سطرات الببرازين. طيب الزغلول الثاني هنعطيه الزغلول الازازي زي ما هو في الجدول، هياخد بندكس. طبعا سطرات الببرازين انا كنت حاطط معلقه ممسوحه وقلبتها في الميه اللي انا عطيت منها الزغلول الاسود، وده بندكس اقراص انا حطيت القرص ودوبته في الميه. طبعا هو بياخد وقت عما تدوبه، لكن لو انت مستعجل ممكن تدق القرص عادي وتعطي منه للحمام. برضه هسحب منه 20 سنتي واعطي للزغلول الازازي بندكس تمام. هنسحب اهو ال 20 سنتي، هي السرنجه دي يا جماعه انا جايبها 20 سنتي عشان ايه اسحبها بالكامل اهو تمام. هنشوف بقى الزغلول الازازي ونعطي منه، جيبه كده جوه السلاكه وهو زي ما هو عشان نسيبهم في السلاكه طول مده العلاج علشان نبقى نتابعهم. ده الزغلول الازازي. فاضل عندنا زغلول واحد اللي هو الزغلول المفصص اللي هنعطيه من ميم فازول في ربع سنتي في الفم، لكن لو اتعطي في الميه الجماعي يعطي 2 سنتي للجماعي على لتر الميه. فانا هسحب من افتح الازازه واسحب منها. طبعا هو بيستخدم للابقار وللماشيه حقن، لكن هي الدكتوره البيطريه بعته لي قالت لي استخدمه ينفع يستخدم في الفم او شراب مع الميه. طيب هفتح واسحب منها ربع سنتي. نسحب ربع سنتي بسرنجه الانسولين. طبعا بسرنجه الانسولين هيكون اضمن ان انت ما يزيدش منك اهو. يبقى كده الربع سنتي 20 25، بين ال 20 وبين ال 30، يبقى ده يا جماعه الربع سنتي بتاعنا تمام. طبعا هنشيل السن، احنا سحبنا بالسن، هنشيل السن ونعطي الزغلول في الفم مباشره. ده الربع سنتي اهو 25 شرطه. هنشوف معانا الفرد الزغلول المفصص. الزغلول المفصص هنجيبه قدام حضراتكم ونعطيه اهو الزغلول المفصص تمام. ومعانا اهو الربع سنتي ونعطيه للفرد في الفم مباشرة. كل الدواء يا جماعة في الفم. احنا بنضحي يا جماعة، اعرف ان احنا بنضحي بالزغاليل دي. طبعا مش هيموتوا ان شاء الله، لكن بنضحي بان هم الريش بتاعهم، الريش لو صابوا حاجة طبعا هيطلعهم، هيطلع الريش تاني. انا مجرب الحكاية دي، فهو الريش بيقع ويرجع يطلع من جديد لما الريش بتغير طبعا في فترة القلش، فطبعا بيطلع ريش جديد ويطلع ريش نظيف ان شاء الله. كل الشكر للأستاذ احمد ابو هاجر اللي هو لفت نظرنا لموضوع طرد الديدان ده ان هو بيأثر على الريش. اشكره شكرا جزيلا.
قلت اعمل التجربة دي ونشوف مين في دول اللي بيوقع الريش ومين المسؤول، وهنشوف هنا المفاجأة. معذرة الاستاذ احمد ابو هاجر يعني. طيب تعالوا بقى نشوف النتيجة وصلنا لايه. احنا كنا عاملين علشان نشوف الريش بتاع الزغاليل دي هيقع ولا ما يقعش زي ما الاستاذ احمد ابو هاجر عمل الفيديو، وانا فعلا كنت مقتنع بالحكاية دي جدا لغاية ما عملت التجربة دي. نسيت اقول لكم، احنا عطينا بعد ما خلصنا المدة بناتي اي نوع من انواع الخميرة يا جماعة. انا عندي الخميرة اللي هي دي لسه باقي عندي منها، انا هعطي 3 ايام، هكمل النهاردة كمان. هو القرص كده بقسمه النص، نص القرص زي كده هقسم واعطي نص قرص للزغلول، نعطيهم اول وبعدين نشوف لمدة 3 ايام بعد ما نعطي اللي هو شربة الديدان. طب هنعطيهم هما جوه كده بالداخل واحنا بندردش مع بعض ونشوف ايه النتيجة، ايه اللي حصل للزغاليل وايه الافضل في الادوية دي، وهل الريش وقع بتاع الزغاليل ولا ما وقعش زي ما الاستاذ احمد ابو هاجر قال. هنشوف طبعا الزغلول ده. تعال نبدأ باللي هو خد سترات البيبرازين. اللي خد سترات البيبرازين الزغلول الاسود ده. الزغلول الاسود ده يا جماعة ضعف جدا، تحس ان هو هيموت اهو من بسبب ما اديناه ده اللي اعطيناه سترات البيبرازين، تمام. لكن الريش، نشوف الريش واحنا بنعطي الخميرة كده، نشوف الريش رغم ان هو بنقول ان هو هيموت شكله كده زي ما يكون هيموت، انما ريشه ما وقعش. معذرة للاستاذ احمد ابو هاجر. طبعا الريش اهو الريش واحنا جوه، الريش ما تقصفش ما وقعش مفيش حاجة. نجيبوا الزغلول بره ونشوفه بره هنا عشان الزغاليل التانية عاوزة تطير. ما شاء الله الريش سليم اهو، رغم ان الفرد الزغلول تحس ان هو قرب يموت، خس جدا. احنا طبعا بنلحقه بالخميرة ان شاء الله يبقى كويس. اثر جدا بالسترات البيبرازين، يبقى ده الفرد اللي خد سترات البيبرازين. طيب هنشوف هنا في الجدول اهو الفرد الاسود اللي خد سترات البيبرازين، هنشوف الفرد الازازي اللي خد بندكس. تعال نعطي الفرد الازازي، نعطيه نص الخميرة بتاعه. طبعا احنا فات علينا كده الوقت، فات 3 ايام عديناهم واعطينا يومين خميرة، لسه هنكملهم 3 ايام. نعطي الازازي الخميرة ونشوفه. ده الازازة اهو نص قرص الخميرة برضو، هنستمر عليها 3 ايام ونشوفه ريشه وصل لايه. اخبار الريش بسم الله. الريش تمام، الريش تمام يا استاذ احمد ابو هاجر، مفيش ريش وقع ولا ريش اتقصف بسبب البندكس، لكن هي الزغاليل خست شوية متأثرة ببندكس وسترات البيبرازين. ده برضو زغلول زاجل خاسس شوية، ملاحظ ان هو خاسس شوية متأثر، بس ان شاء الله نلحقها نرجع له صحته ان شاء الله بالخميرة. يبقى كده زي ما شفنا اللي متأثر جدا اللي هو خد سترات البيبرازين. طيب نشوف الفرد اللي هو المفصص، فرد المفصص الزغلول المفصص كان اخد ربع سنتي على الزغلول ويقرر بعد 10 ايام اهو اخد اللي هو الدواء ميمفازول. هنجيب الفرد المفصص ونشوف الفرد المفصص اخباره ايه وصحته ازاي وريشه عامل ايه. نأتيه اول النص قرص الخميرة، تمام. خد النص قرص طبعا زي ما قلت لمدة 3 ايام يا جماعة الخميرة، بعد نأتيه بعض المضادات الحيوية او بعد علاج الديدان. هنشوف ريش الفرد ده بسم الله،
ريش تمام. فيش ريش اتقصف، يبقى كان في سبب تاني لما انا كان الريش عندي اتقصف، ولما كان عند الاستاذ احمد ابو هاجر برضو يبقى كان في سبب تاني يا استاذ احمد. وما شاء الله نقول الزغلول ده صحته افضل ما فيهم. احنا عملنا كده برضو المقارنة دي علشان نشوف ايه اللي بيأثر اكتر. اللي كلهم بينزلوا الديدان يا جماعة، لكن بنشوف ايه اللي له اعراض جانبية اكتر، ده يعتبر افضلهم بالنسبة لايه، بالنسبة لان صحة الزغلول بسم الله ما شاء الله ما شاء الله صحة. ده الوحيد ده اللي ما تأثرش، ده اقل تأثير بالدواء. يعني بقى اللي هو الادوية اللي معنا، الادوية اللي معنا اقل ضررا من فازول، ده رقم واحد نستبقى في الاستخدام معانا في الفترة الجاية، ده اقل ضررا. بندكس يبقى في المركز الثاني. سطرات الببرازين اقول لك ان هي خليها في المركز الثالث، وما تكترش يعني ما تحاولش تأتي 3 ايام، لو يوم واحد كفاية. وجماعة يا جماعة لو سمحتم اللي بياتي كل شهر، لا غلط يا جماعة، لازم على كل 3 شهور باقصى حد، يعني كل 3 شهور تأتي علاج طارد للديدان، ما تأتيش كل شهر. في ناس عاملة جدول وحاطين فيه طارد للديدان مرة كل شهر، لا كتير جدا مرة كل شهر، خليها مثلا كل 3 شهور او 4 شهور كمان، كفاية جدا جدا يعني. لو انت مستمر عليها كفاية جدا، بلاش كل شهر، كل شهر كتير جدا بيضعف الحمام وخاصة الزغاليل لو في زغاليل. بكده بنقول له استاذ احمد معذرة، استاذ احمد ابو هاجر معذرة ما طلعش السبب، لان انا كمان كنت مفكر ان ده السبب فعلا، لكن ما طلعش السبب من بندكس ولا من سطرات الببرازين ولا من اي طارد للديدان. وقوع الريش له سبب تاني مازال نبحث عنه، هنبحث عنه، وياريت اللي يعرف سبب تقصف الريش في الزغاليل سببه ايه يقول لنا في التعليقات، او ايه الادوية اللي هي بتقصف الريش يقول لنا برضو على السبب ده. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.